ايه يا نوال؟ ماله خارج كده زي ما يكون واحد واخده قلمين؟ رجعت له الذبح. ايه؟ بتقولي ايه؟ ما بحبوش. ما عرفتيش الا دلوقتي يا نوال؟ لا، كنت عارفه من الاول. طب وسكتي ليه؟ قلت يمكن بعدين احبه. طب وبعدين؟ ما قدرتش. عادل شخصيته ضعيفه. شخصيته ضعيفه يعني ايه؟ يعني ظنان وشكاك، ما بيثقش فيا ولا في نفسه ولا في حد ابدا. لكن العيله شايفاه راجل كويس ومركزه محترم وما فيهوش عيب، ويقدر يتجوز واحده احسن مني كمان، لكن انا مش عايزاه. امال عايزه مين يا نواف؟ اللي هتجوزه العفاف لازم يكون شخص نادر، مفيش زيه في الدنيا، يحبني زي ما بحبه، ومفيش واحد منا يقدر يستغنى عن التاني. طيب وماما؟ ماما هتقولي لها ايه؟ ماما انا اللي هتجوز مش ماما.